السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. بالمطار قبل شوي الناس صار عندها إشكالين. إشكال أول، بعضهم صلى الجمعة وجمع العصر مع الجمعة، والعلماء قال القول الراجح ما يصح الجمعة نجمع معها شيء، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وهو على المنبر، نزل المطر عليه وجاء المطر، والمطر سبب للجمع صح؟ ما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم معها العصر. قال الشيخ ابن عثيمين فالجمعة لا يجمع معها شيء، صلى الجمعة بوقتها لو كنت مسافر، أنا مسافر صليت الجمعة لجا العصر بوقتها صلى العصر ركعتين. طيب المسألة هذه مهمة، يعني أنا مسافر ما تجب علي الجمعة، لكن طق براسي بروح صلي الجمعة في بريطانيا في ألمانيا في تركيا في أي مكان، صليت الجمعة معاهم جميل، صليها معاهم جماعة عادية، العصر في وقتها ركعتين. لو ما راح أصلي الجمعة صلي الظهر ركعتين بين الظهر والعصر ركعتين، أجمع هني ما في حرج لأني ما صليت جمعة. هذه أول مسألة عشان ما نخلط. المسألة الثانية، القصر داخل مطار، إذا كان المطار متصل في البنيان، مطار الكويت داخل البلد، يجوز أنك تجمع. إذا أنا ما أقدر أصلي صلاة العصر كمثال بالطيارة، الطيارة 320 اللي هي صغيرة، صعب ممر واحد، صعب أني أصلي بالكراسي، صعب أني أسجد وأركع، بصلي الصلاة قبل غروب الشمس. هنا تجمع بس بدون قصر، صلي الظهر 4 ركعات وتجمع معاها العصر 4 ركعات إذا خشيت خروج الصلاة البعدية، بحيث أنك ما تستطيع أن تقيم الصلاة. واحد شو ما أقصر، يمكن تلغى الرحلة، يمكن تكنسل الرحلة، يمكن تأخر. فبعض الناس في بيته يقصر ويجمع، وبعضهم يفطر. توني قاعد مع شباب الكرو والشباب الموجودين حتى الموظفين وغيرهم، يقول بعض المسافرين يفطر وهو في المطار، يجوز له، لكن أنت ما سافرت. الله تعالى يقول في القرآن العظيم وإذا ضربتم في الأرض شرعت بالسفر قال فليس عليكم جناح أن تقصر من الصلاة. تفارق البنيان، فارقت الجهرة، فارقت أم الهيمان بالسيارة ناوي السفر، فأنت مسافر. إذا ضربت في الأرض، إذا أقعت الطائرة خلاص، فأنا تقصر وتجمع ولا حرج عليك. المدة القول الصحيح قول ابن تيمية، قول ابن عثيمين، قول ابن القيم بن 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 عشان تحفظونها، شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والعلامة الشيخ ابن عثيمين قال أنت مسافر حق لك أنك تقصر وتجمع حتى ترجع. يمكن الحين ما هو وقت سفر تتكلم عن هذا الشيء، بحكم الآن في المطار الآن شفت شيء بين المسافرين قلت لازم أنبه عنه. المقيمين الآن حتى إذا سافروا يكون عندهم هذا العلم بهذا الشيء. سؤال أخير، أنا أذن علي العصر هني وما صليت العصر 4 ركعات وسافرت، ذكرت أنا في الطيارة أو ذكرت بعد ما وصلت دبي، صليها قصر. العبرة بالمكان لا بالزمان. لما تقيم الصلاة أنت الحين مسافر، إي والله أنا في دبي مسافر، صليها ركعتين. أذن علي في الكويت 4، قول صحيح خلاف قول الحنابلة، صليها على مكانك. والعكس، أذن علي الظهر وأنا في الحفر دخلت الكويت، صليها 4. العبرة بالمكان لا بالزمان. ترى مسائل القصر والجمع والأمور هذه ترى فيها خلاف طويل جدا، مو الكل راح يفهم هذا الشيء. أنا على بعض الناس يقول لا أنت تخالف قول ابن باز وقول كذا، نأخذ بالدليل. والشيخ اجتهد وفلان اجتهد والإمام ابن باز يرى أن 3 أيام هذا قول الحنابلة. فمسألة فيها اجتهاد، فيها أكثر من 21 قول، عسى ربي يحفظ البلد والعباد. وهذا الكلام الإمام شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى. عشان ما تقول قاعد تألف توك صغير يا أهل، قاعد تفتي. أنا ما أفتي ولا ألف ولا هم يحزنون، إحنا قاعدين نعلم الناس أمور دينها. عسى ربي يحفظكم وحرم وجوهكم على النار، وصلوا على رسول الله في هذا اليوم العظيم، ولكم الدعاء العصر يوم الجمعة.